ورحمة الله وبركاته يا أصدقائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعتكم في فيديو جديد، موضوع جديد. اليوم أصدقائي حيكون إشي كتير 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 مختلف. اليوم حعمل عن لعبة The Last Day on Earth Survival. هي عبارة عن لعبة إنه بدك تبني بيت وتحاول إنك يعني إيش قد ما بتقدر في البرية. حيكون في يعني وحوش وهيك عشان يقتلوك وهيك. هلا انا حاليا مش كتير صلي بلعبها، فمش كتير واصل ليفلات، فا يلا نبدا. المشكلة اني هلا كل 24 ساعة بتجيك موجة من الزومبيز بكسروا لك بيتك. انا اكتر ايش بيقهرني هو هذا، برجع بلاقي بيتي مكسر، شو بدك تسويني؟ طط هلا اني حاليا عم ببني بيتي. منافذ منافذ منافذ. انا عامل بيت تاني على الجهة التانية، بس يعني مش كتير بستعمل عشان لسه لحد الان مش عارف شو بدي احط فيها. اوكي خلصنا، نروح مش عارف شو نسوي. انا يعني حبيت اعرفكم عن اللعبة، ف يعني في كتير اساليب انك تلعب فيها. يعني الناس اللي بحبوا البو، في ناس اللي بحبوا المسدسات، في ناس اللي بحبوا في كل إشي. بني دراجتي يعني كتير صعب، كتير صعب هي تلاقي أغراضها خصيصا هذه. يعني مش عارفة أنا وين ألاقيها بهالدرجة يا سيدي. بعدين بدي أعمل فقس 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 نلعب. نسليكم شوية هلا جيت لكم بتحاول تسلي. دبرت حال لحديت ما رجعت. هلا نشوف بس نطفي خلاص. هلا نروح نجمع ربي يكون فيه شي، ربي يكون فيه شي زي مرات يكون فيه زي اشي واقع نوم زي الشوكة نازلين لك اشي بالسماء عشان يساعدك. كمان يعني نروح البيت الجديد عشان هذا كتير استفدت منه فلة في زينة. نروح على ريمورس بيس. احتمال
يلا يبا خيرا سكتبت من الوشي اتوقع ان عنده بيت كذا ما رحت عليه بتذكر اني حطيتها وحده بيناتهم مطره راحت شي يو مش كان ساتي ما وصلت ليفل 14 ما بقدر اعمل كرافت لا ايرون هاتشت فحظي بيخزي شايف اشي يعني صرفت 31 طاقة على اشي ما يعني بفيدش ون ثري ود اروح بيتها هذا المربع اللي رحت عليه وال يكون في شيء ليش انتو تخذلوه جد لي ريت نلبس الرجل 14 ايش يسهل منهم مشكلة انه سهل صبحت الدنيا واحنا واصبح الملك لله من عند جبل اروح هنا بس اللي ما حيفيدني عارفه هذا ما عندي كرت مسدس؟ لا مستحيل مش غبي طلع ممكن ما بجيبه
يحضر العلاج. الله لا يحضر العلاج. بعد ما حضر الفؤاد نلبس اللي علينا ناخذ الاغراض. اوكي هاي شنطة. اوكي بيجيني كتير اشياء منيحة. خلنا كل هذي جولد ممتاز. ايش المهم الاهم ناخده عشان انا بشوي اخذ الكارت زي ما انتو شايفين. هي اوكي بدنا هذي وبدنا البيرنج. في سبينا هلا مع سامسونج جالكسي جي 5 برو جي 7 مع كاميرا خلفية وامامية 13 ميجا بكسل وفلاش امامي واحتمالات ما بتنتهي بالابس. شو عم تستنى؟ جئت لكم. اوكي اوه ممتاز. خلينا نشوف قد ايه هذا. في شي زومبيز بيهاجموا علي خوفوا. يحوم الزلمة المحروق. واو حلو. يو يمكن لأفلل جبالي اخذ اشي بس مشكلة ما بقدر اخذ هادي. اوكي ناكل هادي. كله بدي اياه من بدي بادي بدي اخذها دايما. او ماي جاد خير وجدتك يا حبيبتي. بدي شي الايرون كل المحل حبيبي. انت بس كلاب يعني كلاب يعني شو نسمع بقهر. نسمع بتلاقي حالك عم تلاقي بالاغراض زي بدو كلاب بجيب لك فجأة انك بيت بيت الزلمة قلب عنده كرش. مش خسرانين اشي ليش مني وكل يعني. ايش هذا؟ ممتاز مسدس. يو وانا عندي 3 مسدسات. طب انا رجعت واحد. استغفر الله العظيم. خلاص ماشي خلينا نروح لهذا الجماعة.
اوكي والبينز طب هنا دي نجيبه هون نجيبه نحطهم هون نشوف طلال اظن هذول ممكن يكون من اواخرهم بيرو اشرب بيرو اخ يلا يا اخوان دي روح يتبول الزلمة خلاص ما شاء الله فقعها خلصت صوت وات كل هذا انا فتحته اوكي بحكي Wake up, you play your morning song, and then you get into your car. أنغامي حولتنا. يو. ليش مش ماخذ؟ أوكي صار عندي كثير أكل، لو صدق. تقريبا صار عندي حاليا ستاك. من البينز استنى هاي متأكد 100% اني ما فتحتها توقعتها ان شاء الله منقدرش ناخد اشي اوكي فتحناها هاي فتحناها وهاي فتحناها سعد انت ضربتك 20 مش كتير منيح اوكي هنا فتحناها انترستينج اوبا هذا بدي اياه مش عارف شد بدله لا ايش بدي مش منيح هذا المحل عميل مني ولا بقدر اتفنن فيه السيارة اتدمرت يلولي يقول ما بقدر اطلع ايش المرة الماضية طلعتها انا هنا حاليا ما فيش مني فول انفنتوري ماشي هنا ارجع هيك نكون يا أصدقائي وصلنا لآخر مقطع الفيديو ساعدوني بالشير واللايك والسبسكرايب وبيس اوت جايز باي باي طلعوا جمعنا في شي باي كمان مره